معنا اتصال يا عبد الرحمن الان، لكن اتصال جدا مميز، اتصال من منشد جدا مبدع ورائع، واليوم راح يشاركنا بأناشيد العيد. طيب معانا المنشد ولا لا؟ طيب حلو، معنا عبد الرؤوف عسيري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله يا عبد الرؤوف، كل عام وانت بخير. وانت بخير ان شاء الله. ارفعوا لنا الصوت يا شباب شوي. عبد الرؤوف، قبل ما نبدا ما شاء الله وتنثر ابداعك، من حاب تهني؟ اهني يعني الوالد والوالده والاخوان والاخوات ولامه المسلمين. يا سلام يا سلام. انا على طول عبد الرؤوف، طبعا ما شاء الله تبارك الله صوت مميز ومعروف ايضا، ودنا نسمع نشيد عن العيد. ابشر ابشر. باركوا يا احبابي نور العيد جهانا، في فرحتنا بلقاكم طيبين، والسعادة بالأحبة وهم معانا، عيدهم يا عساهم عايدين، وابتسامة لابتسامة يا غلانا، قل زهورك من سهور الباسمين. يا سلام، يعطيك العافية، نسمع لك تحية قوية فعلا. عبد الرؤوف الله يعطيك العافية، أول شيء كل عام وأنت بخير. وأنت بخير إن شاء الله. الله يسعدك عبد الرؤوف. قبل ما أبدأ أسألك عن العيد شوي، أنا أعرف ما شاء الله أنك مبدع وعندك مشاركات عديدة، صحيح؟ نعم نعم. يا سلام عليك. طيب حنا ودنا نسمع شيء فرائح كذا عن العيد. إيش يعني؟ أيوة نشودة ثانية. يلا نشودة ثانية عندك؟ إيه موجودة. يعني عن انا اروح بي يعني اشكر الله على يعني على انه منان على هذا العيد. يا سلام عليك. احبك ربي بعقلي وقلبي، بضعفي وذنبي اعود اليك، عظيم العطاء مجيب الدعاء إليك، أعذني إليك. ما شاء الله تبارك الله، نسمع لك تحية. طيب عبد الرؤوف، عبد الرؤوف ما شاء الله تبارك الله، احنا نعرف انك في المنطقة الجنوبية تحديدا، اتوقع في أبها. حاب تعلمنا وشون قضيت أول وثاني أيام العيد؟ يعني أول أيام العيد يعني كانت فرحة جيدة، إن التقينا بال يعني بالجماعة وأولاد العم، وهذه فرحة يعني كبرى، والحمد لله على كل حال. ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيك العافية. وش رأيك نختم بمشاركة وليد؟ يلا نبي نسمع مشاركة ثالثة. نسمع مشاركة أخيرة. هاي عبد الرؤوف. تحية. إيش؟ عندك مشاركة؟ ايه عندي مشاركة. طيب حاول تطولها شوي، نبغى نستمتع اكثر، لانه ما شاء الله تبارك الله صوتك جدا رائع وجوهري. ما شاء الله. ابشر ابشر. تحيا بكم كل ارض تنزلون بها، تحيا بكم يا ابطال المجد، كل أرض تنزلون بها، كأنكم في عيون الناس يطمهرون، وتشتهي العين يا عين، وتشتهي العين منكم منظرا حسنا، كأنكم في عيون الناس أقمار. ما شاء الله تبارك الله عليك يا عبد الرؤوف، الله يعطيك العافية. الله يعافيك. كل عام وانت بخير يا عبد الرؤوف، شكرا لك على هالمشاركة الجميلة جدا، مشاركة رائعة منك، شكرا لك.